الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء، هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا، فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيًا عن أمته، ورسولًا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الإخوة، فقد أنزل الله على رسولنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الرسل، أنزل عليه خير كتاب، وبعثه بأحسن السنن وأجمل السنن، وأرسله إلى أمةٍ كانت هي خير أمةٍ أخرجت للناس. فكان من الجدير بنا أن نقبل على كتاب ربنا، نهتدي به ونستنير، فقد قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه آدم عليه السلام ولأمنا حواء حين أهبطهما من الجنة: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فدوما علينا بكتاب الله إذا أردنا السلامة، علينا بكتاب الله إذا أردنا الهداية. وهذه المنابر وهذه المساجد يفترض أن يبث فيها قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يفترض أن الجمعة شرعت لإقامة ذكر الله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومن ذكر الله القرآن، فضلا عن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتمجيد والتعظيم وغير ذلك، فمن ذكر الله القرآن. فلذا أتناول شيئا من كتاب الله في هذا الصدد، لعل الله أن ينور لنا ولكم به دنيانا وآخرتنا. أتناول آيات من سورة النجم مطلعها قول الله تبارك وتعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، في آيات تلت هذه الآية المباركة، آية ترسم لنا منهجا، من نصادق، من نخالط، من نعاشر، من الذي نقبل عليه ومن الذي نبتعد عنه. قال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فهذا الشخص المنصب على دنياه الذي لا يريد إلا الدنيا،
ويتسارع عليها ويفني وقته وجهده وعقله فيها غافلا عن الآخرة، غافلا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، متجها إلى حطام الدنيا الزائل الفاني، فينقض العهد ويخلف الوعد ويقطع الرحم ولا يبقي على أحد إلا من أجل دنياه. فمثله أعرض عنه، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، هذا يلوثك، هذا يصرفك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ونحوها قول الله تبارك وتعالى: وأعرض عن الجاهلين، وإن اشتبهت معها في بعض المعاني، وعلى غرارها آيات. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، حرصهم على الدنيا ومنتهى آمالهم الذي هو دنياهم، هذا منتهى علمهم، ذلك مبلغهم من العلم. غافلون عن الآخرة، لا يعلمون عنها كبير شيء، وعلمهم كله منصب على الدنيا، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ثم قال تعالى مبينا أن الدنيا كلها وأن السماوات والأرض وما فيهما ملك له يتصرف فيه كيف يشاء، فهو الذي أعطى وهو الذي منع، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، ولله ملك السماوات والأرض. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي اللمم قد يقع فيه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطو، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، اللسان يزني وزناه الكلام، والنفس تهوى وتتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت شيئا أشبه باللمم من هذا الذي حدث به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. قال تعالى: فاتحا أبواب التوبة أمام المذنبين، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أعلم بكم حين أنشأ أباكم من الأرض وجعلكم في صلبه، أعلم بكم آنذاك وأنتم في صلب أبيكم آدم، وأعلم بكم إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فربنا يعلم أحوالنا في كل وقت وفي كل حين، قبل أن نخلق ونحن في صلب الآباء ربنا يعلم بنا، ونحن أجنة في بطون الأمهات يعلم بنا، وقسم لنا أرزاقنا، وكتب علينا أعمالنا، وصورنا في الأرحام كيف يشاء سبحانه. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم،
هو أعلم بمن اتقى. هكذا ينهانا ربنا عن تزكية النفس، ومن ثم عن الثناء الشديد على الآخرين، فإن قوله فلا تزكوا أنفسكم يشمل المعنيين: لا تثني على نفسك ولا تبالغ في إطراء الآخرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احثوا في وجوه المدائين التراب. وقال: وقد أثنى رجل على رجل عنده فأطرى، قال: ويلك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك. إن كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل: أحسب فلانا كذا وكذا، والله حسيب، ولا أزكي على الله أحدا. ذلك لأنك لا تعلم مواطن الأمور، الله يعلمها ونحن لا نعلمها. فقد يكون الشخص أمامك على خير والباطن يعلمه الله، وليس لنا أن نتدخل في براطن الناس، فالله يعلمها. فلا تزكوا أنفسكم، أي إلا إذا دعت المقامات لذلك، فإذا دعت فبقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي بكر: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر، كما قال في شأن عمر: إن الشيطان يفر منك يا ابن الخطاب، كما قال في شأن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، كما قال في شأن علي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، إلى غير ذلك. ثم قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم قال سبحانه مذكرا بأقوام يعملون بعض الخيرات ثم ينقطعون عنها، أو يكاد أحدهم أن يسلم ثم ينحرف عن الإسلام، يكاد أحدهم أن يستقيم ثم ينقطع عن الاستقامة. وكذلك هي في أقوام بذلوا جهدا لحرب الإسلام وبذلوا مالا ثم انقطعوا. قال تعالى: أفرأيت الذي تولى، أي انصرف عن الإيمان بك، وأعطى قليلا وأكدى. هنا عدة أقوال للعلماء: رجل بذل في عداوة الرسول الكثير والكثير ثم يئس، يئس من انتصار الكفر على الإسلام فأوقف النفقات، أعطى قليلا في عداوة رسول الله ثم انقطع. وهكذا أهل الباطل لا يستمر بذلهم لباطلهم، أعني كلا على انفراده، فيبذل شيئا وبعد ذلك ينقطع. فهو رجل أنفق مالا في عداوة رسول الله ثم انقطع عن هذه النفقة في عداوة رسول الله ليأسه من ظهوره على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: أعطى قليلا وأكدى، تكلم كلاما طيبا في شأن الرسول، كما يذكر إن كان في الإسناد ما قال لما سمع القرآن أنه قال: إنه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فكان يفترض أن يواصل المسيرة الإيمانية فيؤمن، يواصل المسيرة في الطريق إلى الإيمان كي يؤمن، ولكن فكر وقدر فقتل كيف قدر، إلى أن قال: إن هذا إلا سحر يؤثر. فبدأ طريقه أنه يريد الاهتداء، ولكنه والعياذ بالله انقطع عن مواصلة الخير وانتكس إلى الكفر. وهي شاملة كل من أعطى خيرا وأكدى، أي انقطع عن هذا الخير، كل من بذل خيرا وانقطع عنه وأعطى قليلا وأكدى
أعنده علم الغيب فهو يرى، أي يرى اللوح المحفوظ، أم لم ينبأ بما في صحف موسى، أم لم يخبر بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ماذا في صحف إبراهيم الذي وفى؟ وماذا في صحف موسى؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم، أي وفي وبما في صحف إبراهيم الذي وفى؟ ما الذي فيهما؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى. أبوك قتل، لك أن تقتل قاتل أبيك، لا تقتل ابن القاتل، ولا تقتل أخ القاتل، ولا تقتل ابن عم القاتل. لا تزر وازرة وزر أخرى، لا يجني عليك ولا تجني عليه، ألا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا موجود مسطر في صحف إبراهيم وفي صحف موسى. وكذلك لما قال إخوة يوسف ليوسف: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. فالجاني يعاقب بجنايته، والبريء لم يجني، لم يرتكب إثما حتى يعاقب. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. الآية لا تنفي انتفاع الإنسان بسعي غيره، لا تنفي، إنما هي في الأوزار كما قال بعض العلماء، لأنها تلت قوله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى. فأنت يا مستقيم لن تتحمل تبعات المسيئين، فلم تعاقب؟ فإذا كنت في الدنيا لا تعاقب بجريرة غيرك، ففي الآخرة أيضا لا تعاقب بجريرة غيرك. لكن كونك تنتفع بسعي غيرك الخير، بسعي غيرك من الخير، فهذا دلت عليه أدلة، منها: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. منها: إن الرجل لترتفع درجته يوم القيامة فيقول: يا ربي أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. وقال: من مات عليه صوم صام عنه وليه. وقال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فانتفاع الشخص بسعي غيره على الوجه المشروع دلت عليه أدلة تربو على العشرين دليلا. فمن العلماء من قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي من الأوزار لا تحمل وزر غيرك، لأنها عقبت قوله تعالى: ألا تزر وازرة، أي ألا تحمل حاملة حمل نفس أخرى. أعود إلى قوله تعالى: وأن سعيه سوف يرى. عملك يا ابن آدم سوف تراه. فالدنيا دار ابتلاء ودار اختبار، فكما أنك في الدنيا تختبر عدة اختبارات. الطلبة في الماء
المدارس يختبرون في نهاية العام برؤية تحصيلهم، يختبرون في اللغة، في الرياضيات، في الكيمياء، في الفيزياء، وكل ينظر نتيجة عمله ونتيجة المادة التي اختبرها. وأنت حتما ستختبر، ستختبر في كل شيء في هذه الحياة الدنيا. يختبر ابتداء قلبك، قلبك ستظهر نتائجه يوم القيامة، ستبلى السرائر. ما الذي كنت تضمره في قلبك للناس؟ هل كنت تحسدهم، تتمنى زوال النعم عنهم، تتمنى فضيحتهم، تتمنى أن ينتكسوا، تتمنى أن يشردوا؟ ستنظر نتيجة ذلك، وتساب على ذلك أو تعاقب إذا كان القلب عقد العزم على ذلك. قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فهناك أقوام جزاهم الله خيرا طيبون، قلوبهم طيبة، وليسوا بظاهرين كثيرا في الناس، ولكن قلوبهم ملئت حبا لأهل الإيمان، ملئت حبا لله ورسوله، مع أن عملهم قليل، لكن تسمو نتائجهم يوم القيامة، فقلوبهم نقية، ليس فيها غل لأحد ولا حقد على أحد. هؤلاء ستظهر نتيجة قلوبهم متفوقين فيها، بارعين فيها، دون كبير عمل قدم، إنما حملوا نوايا صحيحة. فتراهم يلحقون برسول الله عليه الصلاة والسلام لحبهم له، فالمرء مع من أحب. سترى نتيجة صلاتك، انظروا إلى ديوان صلاة العبد، هل صليت الفريضة في وقتها أم تركتها حتى خرج الوقت؟ وقد قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل ضيعت صلاتك؟ الجمع والجماعات ما نتيجتها معك؟ ستنظر دواوين الصلاة كلها، تنظر وستنظر نتيجة عملك. فانظرها من الآن، انظرها أنت من الآن، وصوب الأخطاء من الآن، بدلا من أن تأتي يوم القيامة منتكسا والعياذ بالله. ستنظر نتيجة الزكوات، هل زكيت على الوجه المراد؟ ماذا فعلت في أبواب الصدقة؟ هل تصدقت؟ كل ذلك ستنظر نتائجه، ونتائج كل الأعمال على هذا وكل الجوارح. ستنظر إلى صحيفة بصرك، بصرك ماذا فعل؟ هل اقتصر على الحلال الطيب أم كان من شأنه الخيانة؟ كانت الخيانة عادة له دبا. ستنظر نتيجة بصرك، ستنظر نتيجة استماعك، إلى ماذا استمعت؟ وكل ذلك مسطر، وكل ذلك مكتوب. فكما أنك في الدنيا تحب أن تنبغ في كل المواد، فاحرص على أن تنبغ في الآخرة، وأن تسلم في الآخرة. لسانك هذا ستنظر نتيجته، هل وفق أم لم يوفق؟ هل كان لسانا عفيفا أم كان لسانا خائضا في الأعراض، طغانا عيابا من أصحاب الهمز واللمز والنميمة والاغتيال؟ ستنظر حتما نتيجة لسانك، هل كان لسانا ذاكرا؟ هل حافظ على ثواب الأذكار التي ذكرها أم ضياع في الطعن والاغتيال؟ كل ذلك سينظر. يدك وما اجتنبته يداك سينظر.
ما الذي صنعته يداك؟ ستجد نتيجة حتمية لما قدمته يداك، ستنظر نتيجة خطاك، إلى أين خطوت، إلى أين ذهبت، ماذا صنعت بيدي الجارحة التي أعطاك الله إياها. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كتبت شيئا بيدك، أرسلت رسالة بالهاتف، كل ذلك سيسطر عليك وستراه حتما وستحاسب عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأن سعيه سوف يرى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال تعالى: وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، الجزاء الأكمل والأتم. ثم قال تعالى مبينا ماذا بعد سعينا هذا: وأن إلى ربك المنتهى. سننتهي جميعا حتما ونرجع إلى الله، كلنا سننتهي بلا شك ولا ريب، ونرجع جميعا إلى الله، وكذا منتهى الأمور كلها إلى الله، كل الأمور منتهى إلى الله، يفعل فيها ما يشاء ويقضي فيها من الذي يريد. وأن إلى ربك المنتهى. ثم تذكير لأهل الإلحاد ولمن حادوا عن الطريق المستقيم، قال تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. من الذي يضحك الشخص من كلمة والآخر لا يضحك منها؟ الكلمة واحدة، ولكن هذا ضحك بسببها وهذا تنكد بسببها. من الذي أضحك هذا ومن الذي أبكى هذا؟ إنه الله. وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فيقال للملاحدة: الرجل واحد والمرأة هي المرأة والمني واحد، من الذي جعل هذا ذكرا وجعل تلك أنثى؟ من الذي جعل هذا المولود دميما ومن الذي جعله وسيما وضيئا؟ من الذي جعل هذا المولود ذكيا ومن الذي جعل هذا المولود مجنونا؟ وبين ذلك طرائق. من الذي صور الخلق في الأرحام كيف يشاء؟ من الذي جعل هذا خفيف الدم ومن الذي جعل ذلك ثقيلا لا تقبله بل وتنفر منه؟ من الذي صنع ذلك كله؟ والرجل واحد، الأب واحد، والأم واحدة، فسبحان من صور الخلق في الأرحام كيف يشاء. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى أي يوم القيامة، وأنه أغنى وأقنى. هذا الشخص بالأمس كان فقيرا وفي أشد الفقر والاحتياج ويتسول الخلق، وبسرعة أغناه الله وأغناه، أي وسع عليه في العطاء وجعله يقتني العمائر، يقتني السيارات، يقتني الأشياء الثمينة،
من الذي أغناه ومن الذي أقناه، وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى هو نجم من أعظم النجوم، وأنه سبحانه، وأنه آل عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. قوم نوح أظلم من قوم عاد، وأظلم من قوم ثمود، وأهلكهم الله وأبادهم. أيها الإخوة، لقد كان قوم عاد ممكنين في الأرض أشد التمكين. قالوا من أشد منا قوة؟ كانوا في غاية من القوة وفي غاية من الثراء، وما منعهم ذلك من عقاب الله، فكانوا أغنى من أقوى من هم على وجه الأرض، ومع ذلك لم يعجزوا ربهم ولم يعجزوا خالقهم. قال تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى، والمؤتفكات هي ديار قوم لوط، والتي هي سدوم وما حولها بالأردن. فإذا قيل والمؤتفكات فهي مدائن قوم لوط، وإذا قيل والمؤتفكة فهي عاصمة تلك البلاد وهي سدوم كما قال المؤرخون. قال تعالى: والمؤتفكة أهوى، المنقلبة التي قلبها الله رأسا على عقب لفحشها وخبثها، أهواها الله سبحانه فغشاها ما غش، أي فحل بها من عقاب الله ما حل. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ في أي نعم الله تجادل؟ هذا نذير من النذر الأولى. قال تعالى: أزفت الآزفة، اقتربت القيامة والساعة، فرسولنا خاتم المرسلين، وما بينه وبين قيام الساعة إلا القليل، كما قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقد قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها دافع يدفعها ولا مانع يمنعها، ففي الطريق مقبلة لا محالة، فاعملوا لها. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ قيل: وأنتم تغنون وتلهون، فاسجدوا لله واعبدوا. سجد النبي صلى الله عليه وسلم عند تلاوة هذه الآية بمكة، وتليت عليه بالمدينة، ولم يسجد فيها صلى الله عليه وسلم، سجد فيها من حديث عبد الله بن مسعود. ففيه أن النبي تلا آخر آية من سورة النجم، أو تلا سورة النجم حتى بلغ آخرها فسجد، وسجد كل من معه من المسلمين والمشركين والجن، إلا رجلا ضخما ما استطاع أن يسجد، فأخذ حصبات أو حصيات من الأرض فسجد عليها. أما في المدينة فقد ورد من حديث زيد بن ثابت أن النبي قرأها ولم يسجد فيها، فلذا قال الجمهور: إن سجود التلاوة مستحب ليس بواجب، من فعله يثاب ومن تركه فلا يعاقب. وقال عمر:
إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. إخواني استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إخواني بارك الله فيكم، سعينا سوف يرى بلا شك وبلا ريب، فالذي قال وأن سعيه سوف يرى هو أصدق القائلين، هو رب العالمين سبحانه، وهو الذي قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هو الذي قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وهو الذي قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهو الذي قال وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. هو الذي قال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فإذا كان ذلك كذلك ونوقن والحمد لله بذلك، فلزاما أن نسعى وأن نكد وأن نجتهد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا أهل التصديق، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تصنعون. ولقد قال تعالى لقارون، أو قال أهل العلم لقارون، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، انظر إلى النعم التي أنعم الله بها عليك واستغلها لترى غلتها في الآخرة، اعمل صالحا تراه في الآخرة. إذا كان الله أنعم عليك بالمال فاستغل هذا المال كي تراه في آخرتك. أنعم عليك بالصحة استغلها في طاعة الله كي ترى ثمرة ذلك في الآخرة. قم من الليل صلي. أنعم الله عليك بالجاه، استغل هذا الجاه في طاعة الله كي ترى ثمرته في الآخرة. في آية بليغة، وابتغي فيما آتاك الله، أي بما آتاك الله الدار الآخرة، وجهه للآخرة كي تنتفع به، ومع ذلك ولا تنس نصيبك من الدنيا. خذ من الدنيا نصيبك وبقدر، لكن الأصل أن تبتغي بكل ما آتاك الله الدار الآخرة. فهكذا فلنحرص، ولا يغرنا بالله الغرور، لا ننشغل بدنيانا ولا نتنافس فيها. إن صحابة رسول الله مر عليهم وقت رضي الله عنهم ما يجد أحدهم ما يملأ به بطنه من الدخل هو رضيء التمر، يبحثون عن التمر الرضيء أرض أنواع التمر كي يسكتون بطونهم التي تؤلمهم، فلا يجدون حتى من الدقن أرض التمر ما يملأ به أحدهم بطنه. لقد كانوا في سفر وجاءوا حل بهم جوع شديد وهم غزاة في
الله، حتى تقاسموا التمرة فيما بينهم، حتى نصفوا النواة إلى أن قذف الله لهم حوتا من البحر فأكلوه زمنا. كانوا في حالة من الفقر، أوسي عليهم في الدنيا شيئا بعد شيء، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مال من البحرين، مال كثير من البحرين، فرأى الصحابة في الفجر قد توفدوا وملأوا المسجد، فأمر غريب ليس على المعتاد، الصحابة توفدوا وملأوا المسجد على غير العادة، فقال عليه الصلاة والسلام: أظنكم قد سمعتم عن مال قد جاء من البحرين؟ كانوا ولا يكذبون. نعم يا رسول الله، سمعنا عن مال أتى من البحرين. فقال: أبشروا وأمنوا، أي سأعطيكم ما تريدون وستأخذوا من المال ما تريدون إن شاء الله، أبشروا وأمنوا. ثم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا الذي خشيه النبي على أمته، خشي عليهم التنافس المهلك المفضي إلى الهلاك في هذه الحياة الدنيا، فلنحذرها بارك الله فيكم، ولنأخذ منها ما يقيم صلبنا وما يسد خلتنا وحاجتنا، وما زاد فلنبتغي به الدار الآخرة ولنمهد لنا به في آخرتنا. وها أنتم ترون جميع الأموال وكيف ماتوا وكيف يتقلبون، وتدخل مع هذا الولد في حل مشكلة الميراث، ومع ذاك في حثي على إعطاء أختي نصيبها، فيجمع الجامعون، وكما قال القائل: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. فيجمع الجامعون للأموال ويتصارع ويفقد صداقة هذا وصداقة ذاك، ويقطع هذا الرحم ويقطع ذاك الرحم، وبعد يترك الدنيا بما فيها ويدع في القبر ويتصارع الأولاد ويتقاتل الأولاد مع البنات، وتحصل مشاكل لا تحمد عواقبها، وليس الإنسان إلا ما سعى. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تصرفنكم شواغلها عن طاعة الله، فشواغل الدنيا وفتنها وصوارفها عن الحق كثيرة، هناك فتن عظيمة تمر بنا في زماننا هذا، تجتاح الأشخاص وترمي بهم في مستنقعات المعاصي والقدر، والمثبت من ثبته الله، فتأتي فتنة تعصم بالشخص، تأتي فتنة النساء، تأتي فتنة المال، تأتي فتنة القاذورات على الفضائيات الفاضحة، تأتي فتنة التلبيس والتدليس على الناس، تأتي فتنة الحكام الظالمين، فتن وفتن وفتن تكاد تصرف الشخص عن دينه، والثابت من ثبته الله. فقبل أن تبتلى بادر بعمل الصالحات،
تنفعك في وقت الابتلاءات، عمل الصالحات في أوقات الرخاء ينفعك في وقت الشدة. فلولا أنه كان من المسبحين أي من المصلين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والثلاثة أصحاب الغار ذكروا أعمالا صالحة نفعهم الله بها عند الشدائد، فوأنت مغافل أعمل صالحا ينفعك الله به إذا ابتليت، وينجيك الله به من الفتن. إخواني، بلاد المجاورة ودول مجاورة لنا فقدت الأمن والأمان، فقد أهلها الأمن والأمان، فتصبح الأسرة على صوت قذائف تدق البيوت وتروع الأشخاص، وعلى إثرها يتم الأطفال وترمل النساء ويزرح السليم ويباد الحي. ابتلاءات تمر بأمم من حولنا، وقد قال تعالى: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. فعلينا أن نتعظ بما يدور حولنا، علينا أن نعتبر بما يدور حولنا، وأن نستقيم على طاعة الله وعلى طاعة رسوله. أعود مذكرا: إن السعي سوف يرى، ثم وكما قال تعالى: ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقد قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا فاعملوا صالحا وأصلحوا نواياكم وطيبوا أقوالكم. طيبوا النوايا، طيبوا النوايا، طيبوا النوايا، ورطبوا الألسن بذكر الله، ولا تخوضوا مع الخائضين، واعملوا صالحا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك، على كتابك وعلى سنة رسولك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم أرضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ارفع الضر عن المتضررين من أهل الإسلام في كل مكان وفي كل زمان. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من أهل الإسلام يا رب، فرج كروبهم وفك أسراهم واجبر كسرهم يا رب العالمين. يا رب مسكنا بالعروة الوسطى حتى نلقاك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض دينا عنا وعن المدينين. اللهم امين. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما. واقم الصلاه.